بالفعل الجيش الإسرائيلي أشار إلى إصابة 5 من جنوده نتيجة لإطلاق قذيفة هاون على ما يبدو مدرعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة 5 بجروح متفاوتة متوسطة وطفيفة. طائرة مروحية إسرائيلية نقلت المصابين الإسرائيليين من داخل قطاع غزة إلى أحد المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج. إذن الحرب ليست على جانب واحد من الحدود فقط، وليس فقط داخل المدن الفلسطينية، إنما رشقات صاروخية متتالية وأيضا قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع على تجمعات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. سهام.